أو ضربات القوة والغدرة من سومانابي. إذن كورة في وضعية حرجة على الأفارقة وفي إمكانية متوفرة للسي اس اس. كورة تبقى خطيرة جدا بالفعل في شكلها في لونها في من سيسددها ومن سينفذها تبقى خطيرة. النفطي خطيرة والهدف الأول، الهدف الأول نادر الاستخسي. قلت لك في شكلها في لونها في مكانها مع من سينفذها خطيرة. النفطي وغالة النفسي، النفطي وغالة النفسي والواحد صفر. ممكن تحس أن الكرة قريبة العادل، سنشاهد اللقطة من جديد. واحد صفر يتقدم السي اس اس عن طريق عبد الكريم النفطي. بالفعل النفطي يسجل هدف غالي وغالي جدا. السيناريو اللي حبه فريق اسفاقسي انه يتقدم في الشوط 1-0 ليزيد من متاعب الافريقي وليزيد من ابتعاد الافريقي على النهائي. شوف الهدف، التمركز كان غالط من عادل النفسي، خرج على الكوره في اخر وقت وهدف امانه كان ممكن تفاديه. شوف اللقطه في الاخر خرج النفسي. 1-0 ما جابش الكوره من قلب الحوت، ما خرجش الكوره من كرش الحوت كما قلت البارح للبلبولي في كرة الشبيبة في الوقت القاتل. لا، الواحد صفر. 22 في أولمبي سوسا، هناك العرس التونسي في ثوب إفريقي بين الناديين الكبيرين. أيضا كرة خطيرة والهدف الثاني، الهدف الثاني الذي يؤكد كل الكلام عن طريق كريم بن عمر. دخل ليسجل بن عمر، دخل ليدون على الثنائية، دخل ليؤكد الصلوحية والجدارة بتأشيرة الفينال للسي اس اس بكورة وهدف ثاني على يمين عادل النفسي. إذن الهدف الثاني من كريم بن عمر. 2-0، مبروك للسي اس اس، مبروك للنجم الرياضي الساحلي، ومبروك قبلهما جميعا للكرة التونسية الوصول النهائي بذلعيه بفارسيه باسميه وبفريقيه من نفس الكرة ومن نفس الأرض. إذن مبروك لتونس، هذا تتويج جديد، مبروك هذه البطولة رقم 14 على المستوى الإفريقي، حظ أوفر للإفريقي في قادم المواعيد. الإفريقي يمرض ولكنه لا يموت، الإفريقي يمرض ولكن لا يموت.